انا ما لحقتش النهارده ليفربول ومانشستر. لا اتفرجت. اتفرجت اتفرجت. عجبك الماتش يا كابتن النهارده؟ والله عجبني. بالنسبه طبعا احنا كلنا بقينا ليفر عشان خاطر ابننا محمد يعني، بس ما عجبنيش اكتر تلت ساعه. كنا مضغوطين بشكل رهيب وكان ممكن الماتش يبقى فيها ريمونتادا مره ثانيه. الفريق بالغ في الدفاع وفقد السيطره في الملعب، اعطى فرصه للسيتي ان هو يهاجم ويوصل وتتاح لي بعض الفرص، ولكن يعني الناحيه القتاليه واضحه جدا عند فريق ليفربول، ودي بقت يعني نقطه اساسيه في كره القدم على فكره. اللي تشوف في الكوره دلوقتي وخصوصا الناس الفنيين، ايوه، لابد ان هم يغيروا من المفاهيم بتاعتهم. بمعنى انه التدريب وعلم التدريب تغير. ما عادش في حاجه اسمها زي زمان نظف المنطقه، ما ترجعش الكره للجول، العب على المضمون، ادي الكره لزميلك في رجله، تلعبش كرة في الرجل مش عارف. دي المصطلحات، دي المصطلحات اللي كانت موجوده في الكوره، الباص من الرجل في الرجل، الباص للجول بره ثلاث خشبات، ولسه بنتكلم في ثلاث خشبات يعني، مع ان الخشبات دي انتهت من زمان. وبعدين تعليمات بتاع زمان برضه، لما تشوف الخط الابيض شمع وشوط عارف، وبعدين لا لا فرق كبير جدا. ده في ناس لسه لغايه دلوقتي بتشتغل بخطه شد حيلكم يا رجاله يعني، ما عادش كل ده لازم. انا رايي كتب علم التدريب اللي احنا بنعلم مدربين عليها لابد انها تمزق. لابد من كتب تانية، علم تاني، لانه التدريب تغير، ما عادش فيه تشتيت في كوره. بقى دلوقتي بدايه الهجمه بتبدا من حارس المرمى، حارس المرمى اصبح لابد ان هو يكون مهاراته كلاعب كره القدم، لانه هو اول صانع لعب في الفريق. ايوه، فده بخلاف طرق اللعب اللي موجوده دلوقتي، والضغط الرهيب والارتفاع المذهل في مستوى اللياقه البدنيه. يعني علم الاعداد البدني لابد ان احنا في مصر نهتم بيه، لان احنا ما عندناش الكوادر دي بشكل كبير او شكل يغطي الانديه المصريه. يعني لا الكوادر بتاعه الاعداد البدني تكفي، ولا الكوادر بتاع العلاج الطبيعي، ودي ناحيه مهمه جدا تكفي. عشان كده احنا عندنا اصابات كتيره وبتاخد وقت طويل عبال ما ترجع، لانه الخبره او الكفاءه او الدراسات الموجوده في هذا المجال قليلين جدا. العدد ما يكفيش كل الانديه، ودي يعني احنا في كره قدم حديثه لابد ان احنا نستعين بكل ما هو حديث. عشان تستعين بكل ما هو حديث لابد انك انت تستحضر كل العلم الحديث تشتغل بيه، وسيبك بقى من حاجات بتاعه زمان دي والافكار بتاعه زمان. شمع الفتله والخشب والجير لا احنا الجيل بتاعنا وما قبلنا عانينا كتير يعني.